وإيه قصة وفاة الشاب مصطفى شقير في لندن؟ وإيه اللي خلاني أتكلم عن قصته وأصر إن أنا أعمل فيديو عنها؟ الشاب الجميل ده كان عايش في لندن وفجأة أصيب بمرض السرطان. لاحظت بوستات كتيرة من مصريين في الخارج أعرفهم وكمان صحفيين إن هذا الشاب في المراحل الأخيرة من المرض قبل وفاته تمنى إنه يرجع مصر عشان يموت فيها، وكان ده يتطلب مبلغ كبير جدا، حوالي 40,000 جنيه استرليني. وطبعا محدش قدر يحقق لمصطفى رغبته ليتوفى في لندن على عكس رغبته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قضاؤه بينفذ في أي وقت وأي مكان. مصطفى شقير تم صلاة الجنازة عليه في لندن، وأعتقد أنهم بيحاولوا أنهم يرجعوا جثمانه مرة أخرى لمصر حتى يدفن فيها. الحكمة في القصة حاجة واحدة بس يا جماعة، المصريين في الخارج كتير جدا، يمكن في دول معينة هم أكتر من سكان البلد الأصلية. شفتوا الكم بتاعنا قد إيه؟ ما ينفعش يبقى عندنا في الخارج حد مش لاقي ياكل، مش لاقي شغل، لازم نحب بعض في الخارج. مش عاوزين يبقى صورتنا دايما في الخارج ان احنا الشعب الوحيد اللي بيكره بعضه بره. شاب زي ده عارف ان المبلغ كبير ويصل ل 800,000 جنيه واكتر، بس ليه ما نحققش امنيته؟ لو شفنا المصريين في بريطانيا عددهم قد ايه، لو كل واحد اتبرع باسترليني واحد كان زمانه رجع بلده وتحققت رغبته ووصيته. ربنا يرحمك يا مصطفى يا شكير. كل بتمناه من متابعين عندي انهم يقروا الفاتحه ويتمنوا لاهلته ولاهله واسرته وزويه صبر السلوان.